السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نعمل توزيعات العيد من علبة البرينكلز. أول إشي معايا فوم جليتر لامع، بلزق مسدس الشمع بهذه الطريقة، رح أسيب تقريبا نص سنتي من فوق، يعني تقريبا الخط الفضي اللي فوق في العلبة. بكمل لزق بهذا الشكل. الخطوة الثانية طباعة صورة ماشا على ورق مقوى. إن شاء الله حنزلكم ملف الورد على صفحة الفيسبوك حتى تقدروا تطبعوها بنفس المقاسات. بقص الصورة بهذا الشكل. معايا فوم سادة، بلزق صورة ماشا على الفوم بهذه الطريقة. بحاول اني ملزقش ايد ماشا على الفوم لانه هلا رح نعمل فيهم فكرة. معايا الايدين الصغار اللي كنت طبعاهم، بلزقهم من الجهة الخلفية بهذه الطريقة. بلزق صورة ماشا على الغطايا من هذه الجهة. هلأ حطني إيد ماشا ولزقها بهذه الطريقة كأنها كده ماسكة إشي. بحط مصاصات بإيد ماشا كأنها ماسكاهم. بعبي العلبة بالحلوى أو الشوكولاتة. وبهيك بتكون التوزيعات جاهزة، وكل عام وانتو بألف خير. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات للكل حتى توصلكم كل الأفكار والفيديوهات اللي بقدمها، وكل عام وانتو بألف خير.